السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرتنا الرئيسة، أقرأ على حضراتكم مستهل لها بسم الله الرحمن الرحيم. ثم العناوين: خادم الحرمين الشريفين وسمو للعهد يهنئاني رئيسة مولدوفا بذكرى استقلال بلادها. سمو للعهد يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية لجعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا. بهدف تحقيق الأمن العقاري وتعزيز الشفافية، وزارة العدل تدشن منصة البورصة العقارية. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة لفخامة السيدة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية المخطط العام للمراكز اللوجستية، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي. أكد ولي العهد أن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية يأتي امتدادا لحزمة من المبادرات المستمرة وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. هذا وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية في المملكة يشكل دعما كبيرا لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية. أشار وزير النقل أنه سيسهم في تطوير البنى التحتية وتحسين إجراءات سير العمل للمستثمرين في القطاع اللوجستي. أضاف بأن المخطط سيكون عنصرا جاذبا وداعما لتمكين الصناعات المحلية وتعزيز الصادرات السعودية بكفاءة عالية. لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي، جاء إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمخطط العام للمراكز اللوجستية لدعم وتطوير البنية التحتية للقطاع الأكثر حيوية. المخطط العام للمراكز اللوجستية جاء امتداداً للجهود والمبادرات النوعية والمستمرة وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي هدف رئيسي للمراكز اللوجستية البالغ عددها 59 مركزاً موزعة بين مناطق المملكة كافة بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع. مراتب متقدمة حققتها منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة بعد أن قفزت 17 مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، وجاءت في المرتبة 38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية. القطاع اللوجستي إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي في البلاد، وتهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية للوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل 10 دول عالمياً ضمن مؤشر الأداء اللوجستي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية. وللحديث أكثر مشاهدين الكرام حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من جدة وبالتحديد من ميناء جدة الإسلامي زميلنا المراسل عبد الله الخرجي، وهو مراسل أخبار السعودية. عبد الله أهلا وسهلا بك إلى نشرة التاسعة والنصف. ثم عبد الله، يعني بعد إطلاق سمو ولي العهد للمخطط العام للمراكز اللوجستية، كيف سيغدو أثر المملكة عالميا بعد أن تصبح مركزا لوجستيا عالميا؟ في البداية مساء الخير عليك يوسف، ومساء الخير على مشاهدي أخبار السعودية. بالفعل يوسف،
كما ذكرت يعني بعد إطلاق سمو ولي العهد لهذه الخطة وهي الخطة العامة والمخطط العام لمراكز اللوجستية، نتحدث عن هذا المخطط الذي يكون من خلاله دعم للحركة اللوجستية في المملكة العربية السعودية باستحداث مناطق لوجستية جديدة. نتحدث عن المناطق اللوجستية التي كانت في المملكة منذ إطلاق الرؤية الاستراتيجية للخدمات اللوجستية ووزارة النقل ببناء أكثر من 21 منطقة لوجستية. الآن مع إطلاق سمو ولي العهد للمخطط العام سوف تقفز هذه المراكز اللوجستية إلى 59 مركز لوجستي. نتحدث عن ميناء جدة الإسلامي والذي أنا متواجد يعني بالقرب منه وهو خلفي مباشرة. هذا الميناء الذي هو أيضا يعتبر موقع لوجستي كبير في المملكة العربية السعودية وخاصة في المنطقة الغربية. نتحدث عن هذا المكان، هذا الميناء الذي يخدم لوجستيا المملكة وموقعه المميز جغرافيا على القارات الثلاث، الذي كان خلال الفترة الماضية يعمل بخطى ثابتة لتوفير مناطق لوجستية وأيضا استقطاب الشركات العالمية لتوفير المناطق اللوجستية داخل ميناء جدة الإسلامي باستحداث الأرصفة وأيضا استقبال الحاويات ومناولة الحاويات. نتحدث عن هذا الميناء الذي كان خلال الشهر الماضي استقبال أكبر حاوية على مستوى العالم في ميناء جدة الإسلامي بطاقة تتجاوز 40,000 حاوية، وهذه العملية تدعم الخدمات اللوجستية بشكل كبير بتواجد مناطق تخزين ومناطق مناولة كبيرة. كما سجل ميناء جدة الإسلامي خلال الشهر الماضي ما يقارب من رقم قياسي عالمي جديد بمناولة أكثر من 491,000 حاوية، وهذا الرقم قياسي يعني نسبة المبادلة والحاويات في ميناء جدة الإسلامي. نتحدث عن المناطق اللوجستية يوسف، هذه المناطق اللوجستية تدعم الحراك الاقتصادي وأيضا سلاسل الإمداد في المملكة العربية السعودية واستحداثها في مناطق المملكة ب 17 منطقة لوجستية في المنطقة الشرقية و12 في الرياض و12 في منطقة مكة المكرمة و18 في مختلف مناطق المملكة. أيضا سوف يكون هناك أيضا حسب مصادرنا أنه سوف يكون هناك استحداث لمنطقة لوجستية وميناء جاف في مدينة جدة خلال الأعوام القادمة. نتحدث أيضا عن الخدمات التي سوف يكون من خلالها دعم استراتيجية الخدمات اللوجستية في المملكة باستحداث وظائف وأيضا تسهيل العملية اللوجستية وأيضا دخول الشركات الراغبة في الخدمات اللوجستية في المملكة. نتحدث أيضا عن دخول أكثر من 1500 شركة وتسهيل دخولها إلى الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية. أيضا نتحدث عن مبادرات مميزة تم استحداثها في المناطق اللوجستية في المملكة في الموانئ والمطارات. نتحدث عن خدمة الفسح خلال ساعتين بالشراكة مع القطاعات الحكومية المختلفة. كل ذلك يدعم العملية اللوجستية وأيضا الخدمات اللوجستية في المملكة. أيضا تأتي حزمة هذه المبادرات لأيضا وضع المملكة في مراتب متقدمة لوجستيا باستهداف أن تكون المملكة من المراتب العشرة الأولى في الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. كما نعلم أنه المنطقة أو المملكة العربية السعودية تقع في منطقة جغرافية مميزة على ثلاث قارات وهي ما تجعلها محور للعالم في الخدمات اللوجستية، وأيضا تدعم الحراك الكبير الذي تعمل عليه المملكة، وأيضا برؤية يعني ثاقبة من سمو ولي العهد الذي أطلق هذه المخطط هذا المخطط وهذه البرامج العامة للخدمات اللوجستية وسوف يتم العمل عليها خلال الأعوام القادمة. هذه أبرز المشاهدات لدينا يوسف والعودة إليك. نعم الزميل عبد الله الخرجي وأنت مراسل أخبار السعودية كنت معنا مباشرة من ميناء جدة الإسلامي، شكرا جزيلا لك عبد الله. هذه التغطية وكل هذه المعلومات والأرقام التي أفدتنا وأطلعتنا عليها، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. وقع النائب العام الشيخ سعود المعجب والرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظم النصر اليوم مذكرة تفاهم بين الجهتين، تضمنت المذكرة البدء بالأعمال الأولية لقيام النيابة العامة بأداء مهامها القضائية داخل مدينة نيوم بما يحقق المصالح العامة، إضافة للتعاون القانوني بين الجهتين بما يتوافق مع التطور التشريعي في المملكة بهدف بناء شراكة استراتيجية بين الجهتين وتعزيز مجالات التعاون المشترك. دشنت وزارة العدل منصة البورصة العقارية بهدف تحقيق الأمن العقاري وتعزيز شفافية البيانات والصفقات العقارية في المملكة، إضافة إلى تقديم خدمات رقمية تتعلق بالتداول والرهن وفرز العقارات. كما ستعزز منصة البورصة العقارية الهوية العقارية والتي تعنى بتخصيص رقم فريد لكل عقار داخل المملكة.
يوفر مشروع الطاقة المتجددة الذي ينفذه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المياه النظيفة لعدد من المحافظات اليمنية، حيث يسهم في تشغيل مياه الآبار بالطاقة الشمسية لتوفير الوقود لمحطات المياه. نتابع هذا التقرير. من أجل توفير مياه صالحة للشرب، نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي للتنمية مشروع الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة، الذي شمل إنشاء 35 محطة للطاقة الشمسية لضخ المياه إلى 5 محافظات هي حضرموت وأبيان ولحج وتعز والحديدة. مشروع الطاقة المتجددة يلبي احتياج المواطنين من المياه النظيفة الصالحة للشرب، ويهدف إلى تحقيق الأمن المائي وتعزيز الصمود الريفي في المناطق المستهدفة. أسهم في تخفيف كان في السابق عدم قدرة المواطنين على تشغيل هذا المشروع بسبب تكلفة الديزل. اليوم بحمد الله وبجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مملكة الخير والعطاء، استطاع المواطنين أن يحققوا أن يستفيدوا من هذا المشروع وأن يقلل من عملية التكلفة وأن يصل للمنازل. محافظة أبيان نالت نصيبا كبيرا من مشروع الطاقة المتجددة الذي ينفذه البرنامج السعودي في مرحلته الثانية بإنشاء 15 محطة للطاقة الشمسية من ضمن 35 محطة للطاقة الشمسية في المحافظات اليمنية. يعتبر المشروع ذو أثر به، كما أنه ذو عائد اقتصادي على لجنة المشروع، سيخفف التزامات المشروع في النفقة التشغيلية، في نفقة المحروقات. يسهم المشروع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية لضخ المياه وإيصالها إلى المناطق التي تعجز عن الحصول على مياه الشرب بسبب صعوبة توفير الوقود وزيادة أسعار المشتقات النفطية والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن، ومن أجل تخفيف المعاناة على آلاف اليمنيين. عبد الفتاح غلاب، عدن. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أحد أهم اكتشافات رحلة البحر المتمثلة بالثقوب الزرقاء، وذلك في ورشة العمل التي عقدها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بعنوان الثقوب الزرقاء في السعودية بمشاركة عدد من الجهات العلمية المتخصصة. نتابع. خلال رحلة بحثية بحرية امتدت 19 أسبوعاً، قام بها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لاستكشاف البحر الأحمر لإجراء أول مسح شامل لبيئات المياه السعودية. تم الإعلان عن أهم استكشافات الرحلة المتمثلة بالثقوب الزرقاء، وأطلق برنامج لدراستها والمحافظة عليها بوصفها نظاما بيئيا جديدا في المملكة. وجدنا في جنوب البحر الأحمر أكثر من 20 بلو هولز، اللي هي الثقوب الحمراء الزرقاء. الثقوب الزرقاء تعتبر من الأماكن المهمة كنظام بيئي متكامل، من تواجد نظام بيئي زي الشعاب المرجانية بأنواعه، من كائنات حية، من أسماك، من دلافين، من حتى حيتان داخل البلو هول وخارجها كذلك. فمنطقة جدا غنية من السطح إلى العمق. الرحلة امتدت من منطقة عفيفي جنوبا حتى خليج العقبة شمالا لجمع البيانات وإجراء الدراسات عن بيئات البحر الأحمر وتنوعها الإحيائي وخصائصها البيئية، إذ تم استكشاف أكثر من 20 ثقبا أزرقا على طول السواحل السعودية الجنوبية للبحر الأحمر. اللي يميز الثقوب الزرقاء واللي يخليها فيها التنوع البيولوجي الفريد من نوعه هذا، إنه بعدها من الساحل. بعدها من الساحل يعني هي بعيدة من التدخلات البشرية، فهي محفوظة، أو نتكلم إنه محمية طبيعيا. فهذه تعتبر بيس لاين لما هو موجود في البحر الأحمر، فمن المفترض نحافظ عليه ونرجع له لأي دراسات، وحقيقة أنه تحتاج إلى دراسات مفصلة مستقبلا إن شاء الله. حماية هذه البيئات ودراستها يتسق مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء المتمثلة في مبادرة رفع نسبة المناطق المحمية لتصل إلى 30% من مساحة المملكة بحلول 2030. للإخبارية عبد العزيز الموينع، الرياض.
من جانب آخر، نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المدينة المنورة قرابة 3000 جولة تفقدية لأعمال الثروة الحيوانية والمنشآت والصيدليات البيطرية، وإنذار 200 مخالف لنظام الرفق بالحيوان، وإصدار أكثر من 500 شهادة صحية لمربي الماشية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية نما. ويواصل فرع الوزارة تنفيذ حملاته الرقابية على المنشآت الطبية وخطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية. تتواصل لليوم الثاني التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 43 في رحاب المسجد الحرام، ويشارك في الدورة التي تستمر لستة أيام 166 متسابقا من 117 دولة، وتبلغ جوائز المسابقة 4 ملايين ريال إضافة إلى هدية مالية لكل مشارك بهذه المسابقة قدرها 5000 ريال. انطلقت اليوم اختبارات مهارات لقياس المهارات المكتسبة لدى طلاب التعليم العام في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والتي تشمل اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بهدف تحفيز الطلاب لإتقان وتعزيز مهاراتهم في المواد المستهدفة، إضافة إلى تحديد وتجويد نواتج التعليم وتوفير بيانات تسهم في دعم اتخاذ القرار. أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية حملة للتوعية بأهمية الحوسبة السحابية والتعريف بأهم مزاياها وفوائدها وأهمية استخدامها وآثارها المنعكسة على مرونة الأعمال وتعزيز نموها وتطويرها، إلى جانب مقدمي خدماتها المسجلين لدى الهيئة، مستهدفة بذلك الجهات في القطاعين العام والخاص والشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة. تأتي هذه الحملة ضمن جهود الهيئة في تشجيع تبني الشركات لتقنية الحوسبة السحابية والاستفادة من خدماتها، بما يسهم في تمكين قطاع التقنية والتقنيات الناشئة وتعزيز مساهمته في تمكين القطاعات الأخرى في المملكة. أنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطوير مناهجها وخططها التدريبية وتهيئة الميدان للتحول لنظام الفصلين التدريبية للعام التدريبي المقبل. وأوضحت المؤسسة أن تدشين الخطة الاستراتيجية للتدريب في المملكة سيكون لها أثر في مواكبة مرحلة التحولات النوعية التي تعيشها المملكة، وسيسهم في رفع جودة المخرجات وإضافة مهارات نوعية مستمرة ومركزة للخريجين. أزالت أمانة مكة المكرمة عددا من المزارع المخالفة التي تسقى بمياه الصرف الصحي لزراعة الورقيات، وذلك حرصا من الأمانة ممثلة في وكالة البلديات على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي ومتابعة وإزالة كل الظواهر السلبية التي تتعلق بالصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، إذ تشدد الأمانة على أنها لن تتوانى في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين. دعت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية جميع من لديهم مخيمات واقعة بين طريق رماح الرياض شرقا وطريق البويب غربا المسارعة بإزالة المخيمات أو الإنشاءات غير النظامية الأخرى وإعادة الأراضي لوضعها السابق الذي كانت عليه تفاديا لإيقاع المخالفات النظامية بحقهم. كما أشارت الهيئة إلى منع التخييم داخل حدودها وحدود محمية الملك خالد الملكية، وذلك حفاظا على البيئة الطبيعية والغطاء النباتي. اختتمت فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي نظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم على مدى 21 يوما وسط مشاركة دولية واسعة. وحقق المزاد في نسخته الثالثة نجاحا لافتا، حيث بلغت نسبة زيادة المبيعات أكثر من 218% مقارنة بالنسخة السابقة، وبيع في النسخة الحالية 442 صقرا بمبلغ إجمالي تجاوز 8 ملايين ريال. واستضاف المزاد في نسخته الثالثة أكثر من 39 مزرعة إنتاج رائدة من 16 دولة.
قرية المسكي الأثرية الأشبه بالمدن الأثرية القديمة من ناحية التصميم العمراني المغلق للقرية ونمط المعيشة فيها والحصون الأمنية التي تجاوز عددها أكثر من 60 قصبة مسلحة. نتابع هذا التقرير. قرية المسقي جنوب مدينة أبها لم تكن قرية بل مدينة أثرية قديمة تتميز بنمط عمراني وشكل هندسي فريد جعل منها مدينة مغلقة ذات أسوار وأبواب تغلق وتفتح في وقت محدد. المسقي يتميز عن غيره بالمساحة، كبر المساحة ثم نمط عمران فيها. نجد فيها الممرات هذه اللي هي نسميها الشداديخ، وهذه اللي تمتد لمسافات مئات الأمتار، ونجد أن البيوت يعني مبنية فوقها، حتى أنه مجموعة أو جزء من القرية ممكن أن يتنقلون السكان فوق الأسطح لمسافات بعيدة، وهذا يعني ميزة يعني تتميز بها القرية هذه عن بقية القرى في المنطقة الجنوبية. في داخل سور القرية المغلقة يوجد أكثر من 450 منزلاً وأسواقاً شعبية وساحات كبيرة وجوامع لتأدية الصلاة. لو لاحظنا يعني وجود الساحات في داخل القرية، أكثر من ساحة في داخل القرية، فهذا يدل على أنه في تجمعات تكون داخل القرية للأهالي بعيد عن الخارج، وقد تكون بعيدا عن يعني تأمينا من الخوف يعني من الاعتداءات والأشياء، تغلق الأبواب وقد يتنقلون في داخل القرية. وفي الأمان هو ما يميز هذه المدينة المغلقة، فعدد القصبات الحربية تتجاوز 60 وتعد بمثابة أبراج للمراقبة قديما. من قرية المسقي سماح الدرع. في الأخبار العالمية، قال المتحدث باسم حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن ترامب جمع نحو 20 مليون دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية، وهي الفترة التي تزامنت مع اتهامه في عدة قضايا اتحادية. أشار المتحدث في تغريدة على منصة إكس إن الرئيس السابق جمع أكثر من 7 ملايين دولار بعد تسليم نفسه والتقاط صورته الجنائية في سجن بولاية جورجيا يوم الخميس الماضي. تصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجددا ساحة التغطيات في الولايات المتحدة في مشهد يعيد أيام انتخابات 2016. دونالد ترامب بعد أقل من 24 ساعة على المناظرة الأولى سلم نفسه لسلطات سجن فولتون في ولاية جورجيا ليفرج عنه بعد تسديد كفالة تقدر ب200 ألف دولار، بعد التقاط صورته الجنائية في سابقة تاريخية لرئيس سابق. ترامب الذي انتخب رئيس عام 2016 وانهزم أمام الديمقراطي جو بايدن عام 2020 يسعى إلى نيل ترشيح الحزب الجمهوري مرة أخرى لخوض انتخابات الرئاسة. وأظهر استطلاع أجرته وسائل إعلامية أن الناخب الجمهوري يعتقد أن ترامب لديه الفرصة الأكبر للفوز ضد بايدن بنسبة 61%، فيما يعد 71% منهم أن الاتهامات الموجهة للرئيس السابق في جورجيا مسيسة. فهل بات ترامب بعيدا أكثر من أي وقت مضى من العودة إلى البيت الأبيض، أم ستقوده التبعات إلى كرسي الرئاسة؟ نشرتنا مشاهدينا الكرام انتهت، وفي ميل تذكير لأبرز ما جاء فيها. خادم الحرمين الشريفين وسمو العهد يهنياني رئيسة مولدوفا بذكرى استقلال بلادها. سمو العهد يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية لجعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا. بهدف تحقيق الأمن العقاري وتعزيز الشفافية، وزارة العدل تدشن منصة البورصة العقارية. الشكر والثناء جزيلان لكم مشاهدي الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة. ألقاكم بإذن الله تعالى في تمام 12:30. إلى ذلكم الحين وفي كل حين دمتم برعاية الله.